اليوم عندنا افتتاح ديال فرع جديد، وكنت فكرت في واحد الفكره، قلت علاش ما نعيطش لذاك الاخ ديالنا باش يجي هو والمدام ديالو، باش نعيط عليه، باش نعزل ليه المرتو اللبس اللي غادي يواتيها. وقلت انا غادي نشوف شي تصميم اللي غادي يليق بالدريه، حيت شفت فيها بحال الشكل ديال عجبتني الدريه، وهو مسكين عجبني بالشكل ديال الطريقه ديال الهضره ديالو واثر فيا. وش غنقول لك، هو انا كنت بغيتو يحضر باش هو للمدام ديالو، ولكن ما للاسف ما بغاش. الحمد لله حنا عندنا الممثلين ديالنا، عندنا كنت انا جمعيه سعاده المراه اولا، كنت كنتلاقى مع الفنانه ديال سعيد نعيمه الياس، تلاقينا مع كنت عطيتهم شهاده تقديريه في المسرح. واش غنقول لك، يعني ما محتاجينش باش غادي نوضوا نديروا شي معيطه عليه على قبل شي حاجه. انا غير بغيت باش نساعد، قلت انا مش ديك الحمله عليها هكا، قلت انا علاش مادام الاخت ديالنا اللي كنعتز بها تبارك الله وبقات في الصباغه ديالها دنيا باطمه، يعني حتى هي هضرات، قلت انا علاش، انا كنفتخر باي فنانه، اي فنان ولا اي فنانه كنفتخر بهم بعدا ولاد بلادنا. عيط لي، بقيت كنعيط، كيقطعوا عليا، كنعيط كنقطعوا عليا، قلت راه ضروري مادام شويه ديال الاشهار وصل ليه وداك الشيء ماشي مشكل. ولكن ما بغاش، يعني مي دويت مع المناجر ديالو قال لك انا ما مساليش، واش غادي يجي؟ لا، جواد بينغو هو اللي داير معاه شريكه، ما يقدرش يتعاقد مع شي واحد اخر. وحنا قلت لي اخويا انا ما غاديش ندير معاه حتى شي حاجه، انا غير بغيت منه غير يجي ويشرفني مرحبا به، وندير ليه انا واحد يعني بغيت نحطو في واحد المكان ديال مع الناس كاملين، يعني ما غيبقاش راسو راه هو صافي، راه هو عنده واحد السميه ديال بغيت نخليه طبيعي، يعني شكل عادي ماشي. ولكن ما بغاش على خاطره، هو قلت ليه دفعتي عليا كبير على خاطرك. القيمه ديال الهديه، القيمه ديال الهديه احنا ما كنشوفوش في الثمن، احنا كنشوفو في الحب، كنشوفو في التعاون، كنشوفو حنا انا جمعيه سعاده المراه باغا نزيد لقدام ان شاء الله بحول الله، بغينا نساعدو الناس، بغينا نوقفو مع الناس. احنا ماشي غير كنشوفو غير هو، احنا كاينين الناس بزاف اللي باغي المساعده، كاينين الناس ضايعين، كاينين الناس، يعني حنا ما غاديش نبقاو رادين ليه غير هو الباب. الا جينا نهضروا راه نهضروا على بزاف الناس اللي كاينين، الناس كاينين الناس مساكن محتاجين، والحمد لله حنا كنساعدوا المحتاجين، واي واحد حنا بابنا مفتوح للجميع، اللي بغى يجي مرحبا به. حنا حتى لي بخي ديال النقافه حنا ما دايرينش لي بخي طالع، حنا ما دايرينش لي بخي طالع نهائيا، حنا كنخدموا مع المساكين. حنا اصلا حنا كنشوفوا الطبقات الحمد لله، يعني يا طبقه متوسطه يا طبقه يعني عادي، حنا ولاد الشعب اصلا خصنا نكونوا يعني متحدين ويد وحده. هذا السيد هذا اللي هضرنا معاه و يعني دفع كبير علينا، يعني على خاطر واش نقولوا ليه، الله يهديه.